بلوفة خدمة استوديو ما عجبتنيش، راني فكرت نبيع البيض باش نعيش، ما خرجتنيش مهنة المراسة صعبة، غادي نبدل اللعبة غير باش ناكل البابا. كريت بلاصة فيها زوج لي فاصل، نجيها نبيع البيض وجيها ندور الطباصة، والخدمة ترولي كيرولو نتاع البنتورة. خويا البس حاجة مسطورة لحسابك خير قندورة، ما تزيد على روحك مصروف ما تقري حانوت، انت ماشي على الدين تمسح الفانوس. راهي ماشي انا الحمد ربي مولانا، لقمة حلالية بلا ما تسقمت الحالة. ما نخدمش خويا مشي انا، اللي يتعمر بيا الفيد من بعد الخيانة. نطلب الاعتذار الرسمي من مدير القناة، والتعود على المعاناة وتسريح الجونات. المهم انا خدمتي نبغيها، ماشي غير واحد وقدم هاد الحرفة لماليها. حلقة اليوم فوق الحساسة شوية، نتمنى تفهموا الرأي ونحتكموا للموضوعية. نحكوا فيها على تنظيم الأسواق بعقلانية، ماشي احنا اللي نستمعوا للأبواق. كل واحد دو عنده رأي، مهمتنا نستمعوا، ماشي اللي احنا اللي نقولوا شاه المسموح ونمنعوا. قسم الرزاق قال لك كلوا واشربوا، بصح تاني قال والربا لا تقربوا. أعزائي حلقة اليوم طويلة، نروحوا نديروا الدورة المراسلنا السي بوسطيلة. وأنا نمشي بوخفيف، لقيت مبلع الرصيف، سلعة كبيرة محطوطة ونديري مرشي، كلش كاين ما تقدر تمشي تلمو الغاشي. وانا مزروب باغي نوصل للقضيان، هبط للطريق تعرفو خوكم فنيان. وانا نمشي وسط الطريق جازت لوطو، وانا غافل ضربتني لسقطني في بوطو. ماشي غرضي انا ثاني يا ولدي، على غفلة مني ضربني كارو يا ودي. طيحة شينا سلخت لي جلدي، ودروك عند الفارماسي في الدوار راني كردي. ديك المسكينة على كبرها طاحت تتكور، على جالك انت اللي في السلعة راك تدور. الله يحسن العون، على بالي انت يا خدام، وراك مولا وليدات ولي قتوكل المدام. بصح الطريق تاني عنده حق وأولوية، كي تبلع انت مين تفوت الرعية. شريكي خمم شوية، كاين تاني قانون، مرناش في الجاهلية باش نخلطو كل شي في معون. شكرا راب نيوز على هذه الكلمة، أنا عندي سوبيرات وأوراقي سليمة، خلص لي زامبو مع الدولة راني صافي، بصح الخدمة قليلة والمدخول ماشي وافي. علاش في ميزك جاري حط لي طابلة، يبيع بنص السومة والله عقلية غاملة. ما خسر والو هو عنده طواسيري، وأنا كريدي كلاني راه لحق لتقاشيري. وجهات نظر صحيحة نقولك الصح، شحال من تاجر يعاني وراه ضرب بالنح، يخاف يتكلم يقولوا عليه البياع، ما تبغيش الزوالي وراك تحارب في الجياع. بصح في الحقيقة هو اللي يخدم ريقلو، عند الطابلة الغاشي وفي حانوته ويكلو. انت عندك طابلة في الكارتي، تفضل لابارون قول الصح بلا ما تزارتي. واه انا خدام على شري، عندي سبع فواه لبس وكل وقري، عندي شهادات انا قاري وعندي مستوى، راك ود الدار بلا ما نقول تعرف في المحتوى. ما لقيت عليها وين انا حطيت تواصيري، شكون يوكل ولادي مين تشكي وتباصيني. نعرف في القانون وحدي بلا ما توصيني، بصح تبلعت سيف في وجهنا يا خاطيني. من جهه حاميه ومن جهه تحرق للافر، تلوم الجامعه ولا البيرو ماندوفر، تلومه هو باسكو قرا وضيع وقته، ولا تلوم اللي ما قراش بصح عنده واحد بعته. هادي مدة وحنا نلومو في الأخير، نبقو نستنو الفيتور ونتمناو التغيير. أما الآن نروحو للشكايات، كيما عودناكم نحكوكم حكايات. عندي طابلة نبيع فيها كل شي حبابنا، قش القليل والسومة غير حسابنا، ربعة بمية وبيش يا الزوالي، الأول يدي ومحالي الحق التالي. طايح أكتر من نايد والنايد دي حمر فيا، كنا هكا قبل التجارة الإلكترونية، كانت زاهية والدراهم بالكموسة، دروك يبيع السلعة ويوصلها بالكروسة. وانا نتفرج في الطابلة ونحكي على بالماضي، نبكي كي نتفكر كي كانت حكمة في الماضي. انا كرهت وصايب ديت اللاشي، تأمن باللي ترونسبور باطل وزيد عليه الساشي. اصحاب الفيسبوك يحامروا فيا، ارواح بريفي ما تكترش عليا، السلعة بارت بغيت اللي كيدي شوية، ساعة طفرت وواحد مداها فيا. والان في ركن قلبي وقلبك عند البوشي، اللي عقلها راهم بوشي واللي قلبها راهم توشي، تقدر تعبر ولا تقول ولا تبكي قاع، لي سنتيمون اللي في الكون في الرخم مرتاح. راني نهضر معاك شوفي فيا، ما تلعبيهاش ما تعرفينيش، وين راكي رايحه في المقيل ردي عليا، تعرفيني باللي ما نبغيش. انا غيار نبغيك عمري في الدار، بصح انتي من المشي كرايك راهم كبار، تبغي تزنقي تبغيش مص الظاهرة، تعشقي في الزريعة وفي البيو كتبة أميرة.
هاديك البالغين راهي باغية تبكي وتراسا شتي على الخمار في جبهتك راه مركي نعلي الشيطان والرحمي ذوك الكرعين من كثرة الفايفيار شافوقك هذاك الجين شارك تقول يا واحد المكبوت راك حاسبني كيفك يلي راسك مجبود انا نبغي تشحب وانت تبغي تعس الناس يلي تشرب ليموناد وتخاف لا يكمل الكاس يلي مقرط يلي فيك عيوب الدنيا لو كان نبدا نحسب غادي نكتب عليك غنية حسب روحك تراس وانت ما تسوى دينار لي كيفك العلماء اعطاوها اسم الحمار لابس سروال مرقع وقمشة نتاع العرسان لو كان غير دراعك طويل كيما ذاك اللسان شفتك شميت ريحة الدس راك هارب من البكري ما تقولي لا عمري لا صبري لا سيدي ذكري أعزائي المشاهدين وصلنا للنهاية كنتم مع راب نيوز ونتمنى فهمتوا الحكاية اليوم إلى اللقاء ونتلاقوا في الحلقة الجاية في موضوع جديد قرعوا باش تفهموا غاية كنت معاكم أنا مخفي وشريكي بوسطيلة سمحوا لي أنا الروح طولت عليكم وقيلة راسلونا واعطونا انطباعاتكم على راب نيوز @gmail.com